بعض الهيئات التي تتبع الدولة النهارده لا تلتزم بهذا القدر من الأجور. الأمر ده فعلا محزن جدا جدا. النهارده لو بصينا عليهم هنلقى أجورهم فعلا تصل هذا الحد. حضرتك بتراجع جهاز المركز المحاسبي هتعملوا ايه في الموضوع ده؟ طيب والله انا فعلا تقدمت بيه من فتره طويله جدا ولم يناقش بعد، وتقدم بيه النهارده، اتمنى انه يناقش في الفتره المقبله ويقولوا زي ما احنا بندور النهارده على بند الاجور في قانون الخدمه المدنيه لا يتجاوز 7% من الاجر الوظيفي النهارده، على اساس النهارده ده بيوفر 3 مليار من ميزانيه الدوله في ظل العجز الحالي. اتمنى من الدوله ان تنظر بعين الاهتمام، وان احنا مجلس النواب يتبنى هذا الموقف على اساس النهارده لا احد يتجاوز هذا الامر، واذا تم التجاوز بحجه الكفاءات او غيره لابد تبقى في ضريبه تصاعديه زي كافه الدول اللي احنا عارفينها زي كبيره. بس مش لدرجه 40% من موازنه الاجور كمان. نعم بتوصل الضريبه في بعض الناس النهارده لو احنا مش عايزين نلتزم بالحد الاقصى الاجور، الضرائب تبقى تصاعديه تصل حتى 40%. مش معقوله واحد يتقاضى 2 مليون جنيه في الشهر ورئيس الجمهوريه يتقاضى 42,000 وهو بيتقاضى من نفس المرتب من الجهاز الاداري للدوله. مين اللي بيتقاضى يا سياده النائب؟ هو احنا عندنا حد في مصر مرتبه 2 مليون جنيه في الشهر؟ طبعا رؤساء مجلس اداره البنوك عندنا موظف مرتبه 2 مليون في الشهر؟ انا اكد لك رئيس مجلس اداره ده بيشتغل ايه يعني؟ مش عايزه اسامي بس الموظف ده اللي بياخد 2 مليون جنيه في الشهر في مصر بيشتغل ايه؟ انا بقول لك اهو رئيس مجلس اداره البنوك واعضاء مجلس اداره البنوك لما بيحقق ربح في السنه 4 مليار بيتاخد منه نسبه توزع على مجلس الاداره، بتوصل للمرتبات في السنه لما تيجي تقسميها على معدل الشهر بتوصل للرواتب دي، يعني على فكره يعني بتوصل للارقام البهيضه دي اللي بكلمك عليها. فعشان كده احنا النهارده لازم النهارده يبقى في عداله زي ما تطبق على سيد رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه وكافه القطاعات، لابد ان تطبق على كافه القطاعات التي استثنت. يعني النهارده جه حضرتك في استغلوا بعض الثغرات في القانون النهارده